قرنبيط بالكريمه. عندي هنا قرنبيط مسلوق، هتجيبوا القرنبيطه اي لون، اي قشره تخينه شويه، اي ورقه خضراء هنقشره، وبعدين ميه سخنه فيها ملح وفيها كمون وفيها لقمه عيش. اسلق القرنبيط نص سلقه، اصفيه وابتدي اشتغل. قرنبيط زهرات بلانشيه، يعني زي اللي احنا لسه شارحينه ده كله. ثوم مفروم، كريمه، جبنه تشادر مبشوره، لبن، دقيق، كزبره خضراء وكزبره مطحونه، زيت، ملح، فلفل اسود. اعمل ايه؟ اول حاجه هعملها يا حبايبي اني هاخد على النار هنا زيت، معلقه كبيره من الزيت، هنزل فيها القرنبيط، هحط مع القرنبيط ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، ثوم مفروم، واللي ما حطش كمون في السلق يحط هنا بقى كمون. انا حطيت في السلق فخلاص، عايزين تحطوا هنا برضو ماشي، وشوية كزبرة خضر بس كده. أسيبهم يتشوحوا مع بعض وابتدي بقى أعمل الصوص. فهنقل ده على النار اللي هناك وابتدي أعمل أنا الصوص. على البارد هحط لبن، على البارد لبن، كريمة، دقيق، ملح وفلفل. لبن وكريمة، ممكن يبقى لبن بس، دقيق، ملح، فلفل اسود او فلفل ابيض، اللي ما بيحبش الفلفل الاسود في الحاجات البيضة. هقلب لحد ما الدقيق يختفي تماما، هرفعه على النار وهحط له الجبنه، واقلب لحد ما الجبنه تسيح والبشاميل يتقل. ارص القرنبيط كده، حاضر، ارص القرنبيط كده يا حبايبي اهو، ارصه رص كده هنا، هوطي النار، حطيت ورق زبده، هحط ورق فويل وهسيبها تكمل تسويتها. البشاميل خلص، هحطه على القرنبيط وهدخلهم الفرن.